عشرك ضي المحراب بالعلم والقرآن يهدي قلوب الناس للحق والتبيان. الله أكبر صوت كم هيض الأشجان. هذه بيوت الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضياء المحراب. في هذه الحلقة سنتعرف أكثر على مسجد بن إسماعيل بالشحر الواقع على ضفاف وادي سمعون. هيا بنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله. وفقرة حديث الإمام، معي هنا الأستاذ أسامة سبيت بن نوسر إمام المسجد ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمدينة الشحر. أهلا بك أستاذ أسامة. حياكم الله، يا مرحبا. في البداية نحب أن نسمع نبذة عن مسجد بن إسماعيل لو تطلعنا عليها. طبعا مسجد بن إسماعيل يعد من مساجد القرن العاشر الهجري، وهو من أقدم المساجد التي أسست في هذه المدينة، ويعد أيضا من أقدم المساجد الموجودة في شبه الجزيرة العربية، المحتفظ بنمطه البنائي منذ النشأة والتأسيس. أسس هذا المسجد من قبل السيد العلامة شيخ بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن السقاف، أسسه في بداية القرن العاشر، يعني ما بين العقدين الثاني والثالث للميلاد أو للهجرة عفوا. أسس هذا المسجد بالنمط البنائي المعروف في تلك الحقبة، وهو طبعا مسجد به مجموعة من الملحقات، عبارة عن بيت للصلاة، وعبارة عن البناء الضريحي الذي كان معهد متعبد في ذلك الزمان، إضافة إلى صحن مكشوف للمسجد، ملحق به منارة، وملحق به منشأة مائية متكاملة شأنها شأن المساجد القديمة، مكونة من بئر خاصة بالمسجد وبئر للسبيل، عرفت ببئر شيخ، إضافة إلى البرك المائية الخاصة بالوضوء، وإضافة إلى سقاية. تعتبر هذه السقاية يعني بنموذج نادر في المدينة من السقايات ذات القبتين، سقاية ذات القبتين مستطيلة الشكل، مزخرفة بوحدات هندسية، طبعا أزيلت في مرحلة من مراحل التجديد حوالي ما بعد 90، نظرا لجهل الناس بالقيمة التاريخية لهذه المباني، وطبعا كانت هي آية معمارية بحق. المسجد طبعا يتكون من شكل مستطيل
هو تسقيف جوبابي نصف كروي، يعني في 6 جباب تعتمد على اسطوانتين مثمنة الشكل. تعالوا هذه الاسطوانتين اقواس مدببة من الاقواس المدببة، وهي نمط من انماط الاقواس الاسلامية المعروفة. تعالوا هذه الاقواس بدن الجباب النصف كروية والتي تنتهي بعمود صغير يعطي شكل جمالي مسمى بالميل. طبعا الابواب القديمه كانت مصنوعه من خشب العلب، واستبدلت حوالي في العام 90 بابواب خشبيه مصنوعه من الخشب الجاوي الاحمر المستورد خارجا. انما الخشب القديم التي كانت مصنوعه من الابواب كان من ايوه استبدل، وكان عباره عن مواد خام محليه. أستاذ سامح، المسجد هل مر بتوسعات؟ المسجد هو أم مازال محتفظ بنفس الشكل؟ محتفظ بنفس البناء منذ عهد المؤسس. هذا المسجد تعرض أو مراحل تجديد؟ مرحلة تجديد في القرن الثاني عشر في سنة 1191 جدد المسجد، يعني دخلت فيه نوع من أنواع العمارة. طبعا المسجد بني في الضفة الغربية لوادي سمعون، أو مثل ما يسميها أهل الشعر مسيال سمعون. هذه الضفة طبعا ضفة تمتاز بأنها كانت تحتوي على الكثير من آبار الشرب، منها بئر يعني والتي تعتبر من أقدم الآبار في المدينة. هذه البئر حفرت تقريبا في سنة 207 للهجرة. هل هناك آبار مرتبطة بالمسجد خاصة بالمسجد؟ الآبار الخاصة بالمسجد هي بئرين. بئرين خاصة بالمسجد. البئر الخاصة بالمسجد الموجودة داخل المسجد ضمن المنظومة المائية، وبئر السبيل التي تعرف ببئر شيخ طبعا نسبة لمؤسس المسجد هو اللي حفرها. هذه كانت بئر يعني مفتوحة على الدوام للجميع للصادر والوارد، وهذه البئر كانت مختصة للمسجد. أستاذ أسامة، المناسبات المقامة في المسجد، أبرز المناسبات التي تقام في المسجد هنا؟ من أبرز المناسبات المقامة في المسجد هي بردة المديح للإمام البوصيري، والتي تقرأ منذ أن أسس المسجد، يعني من عهد المؤسس من بداية القرن العاشر، وهي بردة المديح المعروفة التي في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، يشدو بها الحداة في هذا المسجد. إضافة إلى مناسبة المولد النبوي الشريف، وتقرأ قصة المولد مرتين في هذا المسجد، مرة في 12 ربيع أول ومرة في 15 ربيع ثاني، تقرأ قصة المولد النبوي الشريف. إضافة إلى قصة الإسراء والمعراج للإمام البرزنجي والتي تقرأ في 27 رجب، فيها قصة المناسبات الرمضانية. المناسبات الرمضانية هنا أبرز المناسبات الرمضانية هي ختم شهر رمضان، ختم المعروف، ويقرأ في هذا المسجد 27 رمضان. 27 نعم. جميل. تحدث عن البردة تقام من عهد المؤسس، لمحة بسيطة عن البردة. طبعا البردة هي القصيدة المشهورة التي قالها الإمام البصيري في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. تحفظ بيتين منها؟ يعني أمن تذكر الجيران بذي سلم مزجت دمعا جرعا، قلت أمن تذكر الجيران بذي سلم مزجت دمعا جرعا من مقلة بدمي أم هبت. أستاذ سامة، لربما سنسمع البردة إن شاء الله. حدثنا أيضا عن دور المسجد الذي بالمجتمع المحيط به. طبعا المسجد دور عظيم في التربية، في الإرشاد، في التعليم، لا يخفى على أحد الدور الاجتماعي الذي يقوم به المسجد. يعني المسجد يعتبر أول مؤسسة تعليمية وجدت في الإسلام، فمنه يخرج الدعاة، منه يخرج المعلمون، منه يخرج المصلحون. هو إشراقة من إشراقات النور التي
تصلح المجتمع. هل تقام هناك حلق؟ طبعا المجتمع بحاجة إلى هذه المساجد كونه يربي الناشئة والجيل. هنا في مسجد بن إسماعيل حاله كحال بقية المساجد، يعني يحظى بنصيب من العلم والتعليم. هناك مجموعة من الطلاب الذين حفظوا ما تيسر من كتاب الله، ممكن فيما بعد ترون نموذج من هذه. أيضا دروس الفقهية المقامة في هذا المسجد، يهتمون بتبصير الناس في أمور العبادة، تصحيح مفاهيم. فهو يعد مدرسة ومؤسسة تعليمية. أستاذ أسامة، قبل أن نختم، معنا هنا درع كاري مقدم تلفزيون حضرموت، شاكرين لكم تعاونكم معنا. شكرا لك أستاذ، قصرتوا. معي هنا العم عبد العزيز عبد الله المرفدي. اهلا بك عم عبد العزيز. الله يعافيك عبد العزيز. في البدايه لو تحدثنا عن الائمه السابقين الذين مروا بالمسجد وصولا الى الامام الحالي. طبعا الائمه السابقون بداهم الشيخ بن اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الرحمن الثقاف المولود في تريم، ثم ارتحل الى الشحر وتلقى العلم من أشهر مشايخه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل. وكان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل رأي لا يرى ضرب الدف في المسجد، فحضرة الشيخ بن إسماعيل لا يضرب الدف إلا خارج المسجد اقتداء بشيخه، وله شيوخ كثيرون من أشهرهم كذلك علي بن أبي بكر
السكران عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر السكران. استقر الشيخ بن إسماعيل في الشحر حتى توفاه الله سنة 950 هجرية، وبني مسجده في القرن العاشر الهجري، وهو قرن من أعظم القرون التي مرت بالشحر من الناحية الاجتماعية والعلمية والتجارية، حيث ظهر في الحركة علمية، حيث ظهر في الشحر ثلاثة من نوابغ العلماء الذين أثروا الحياة العلمية في الشحر: محمد بن عمر بحرق، وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بفضل، والفقيه الورع الزاهد بن عبسين، والشيخ الشافعي الصغير عبد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عبد الله بن أحمد بمخرمة. عمر العزيز، لو نعود إلى أئمة المساجد، هذا الإمام الأول، ثم بعد ذلك المسجد في فترة من الفترات أهمل. هذا المسجد أصلاً اتخذ كمحل العبادة، ولذلك هو جعل خارج البلد ليخلد فيه صاحبه إلى السكينة والدعاء والراحة والخلوة مع رب العزة عز شأنه. متى بدأت؟ فالذين نحفظهم من أئمة، من أخونا الطيب هاني سعيد بن محسون، ثم جاء أخونا الخير الفاضل الأستاذ سامي خميس ربيع، وقبلهم كان أول شيء عمي عمر عوض سكوتي، ثم هاني سعيد بن محسون، ثم سامي خميس ربيع، هؤلاء الأئمة الذين أذكرهم. طبعا المسجد عمره الرجل الفاضل الخير المستقيم عمي عمر عوض السكوتي، اهتم به اهتماما بالغا وأحياه من بعد الاندثار، وجدده من بعد ما خرب وأهمل. عم عبد العزيز، بالتأكيد المسجد منذ القدم، أنت منذ عام كم وأنت تصلي في المسجد أو أنت رائد في المسجد؟ أنا طبعاً أنا أصلي في المسجد من سنة 1993 ميلادية ما شاء الله، إلى الآن تقريباً 27 سنة ما شاء الله. تبارك الله، يعطيك الصحة والعافية. آمين إن شاء الله. أبرز ذكرياتك مع المسجد، قصص صارت في المسجد، أو عادات من عادات الشهور تقع في المسجد أو في المدينة بشكل عام؟ طبعاً المسجد كان تلقى فيه الدروس وتعقد فيه الحلقات، وله مناسبات كما ذكرها الأخونا الفاضل أستاذ أسامة، وما زال رواد المسجد والمعتكفين وما زال المعتكفون فيه يتلون كتاب الله أنا الليل وأطراف النهار، وهو مسجد معمور بفضل الله وبحمده. عم عبد العزيز، كلمة أو نصيحة تقدمها للشباب في المسجد، للقائمين على المسجد أيضا؟ طبعا القائمين نشكرهم على قيامهم بالمسجد، وآخر عمارة قاموا بها تجسيس المسجد هذا طريقة التجسيس، ويهتمون بالمسجد غاية الاهتمام، ويوفرون الراحة للمصلين. وأنا أنصح أخواني وأنصح نفسي بأن نحن نحرص على استغلال أوقاتنا فيما يعود علينا بالنفع والفائدة من تسبيح وتحميد وأذكار وقراءة قرآن وعلم نافع، ولا نشغل أوقاتنا بسفاسف الأمور وبتوافه الأشياء من حديث فارغ وكلام لا يفيد، بل نستغل أوقاتنا أحسن استغلال. عم عبد العزيز، لو نعود لذكريات رمضان على الخصوص، أبرز ذكريات رمضان التي تتذكرها؟ طبعا في الشحر
في الزمن القديم ربما لا يذكره كثير من الشباب، مأكولات وألبسة وعادات وتقاليد اندثرت ولم يعد لها لم تعد قائمة. أهل الشحر كانوا يستقبلون رمضان من 15 شعبان وهم يستعدون لرمضان ويستقبلونه بالأفراح والأهازيج والأناشيد الدينية وتقام طبعا العزيز تحفظ ولو جزء بسيط من الأهازيج ولو بيتين فقط. أيوة في ترحيب رمضان. أيوة مثل مرحب مرحب يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، و رمضان يا رمضان رمضان أقبل يا شهر السعادة رمضان، وهكذا في أناشيد كذلك كثيرة. وكان في رمضان تقام صلاة التراويح في آخر الليل بعكس الآن، قبل حوالي 80 سنة 90 سنة كان تقام قبل في آخر الليل، وكان إلا في مسجدين، مسجد الحداد يقام في أول الليل ومسجد عديد في وسط الليل، وأما بقية المساجد تقريبا 40 مسجد في أواخر الليل. طبعا في هناك المسحراتي اللي نقول يقولون له المقيم يقول سحورك يا نايم أذكر الدايم، والمطبل كذلك يدور على المسحرات، هذا يدق على باب الناس بالعود ويقيمهم على اسم الشخص على كل بيت يا فلان على كل بيت يقيمهم، ويأتي بعد ذلك المطبل في آخر الليل ويقيمهم. هذا الأول مسحر وفي مطبل في مسحراتي المقيم اللي يقيمهم يطبخون السحور، وفي المطبل اللي يقيمهم لتناول السحور. هذه العادة هل هي موجودة في كل المناطق ولا في الشحر فقط؟ لا في المناطق، في المكلة موجودة هذا، لكن في المكلة موجود إلا واحد بس اللي يقولون اللي يقيم الناس فقط، لكن ما فيش هذا الاثنين، ما فيش هذان الاثنين. موجود في كل المناطق اللي هو الشخص الوحيد واحد، لكن في الشحر تميزت بوجود شخصين، بوجود المقيم يقيم الناس لأن الناس الآن ينامون بكر، والمطبل اللي يطبل بالذات يطبل عند بيوت الأثرياء. يعني رجاء الزكاة والصدقة، ويخرج إذا سمع الأطفال صوت الطبل خرجوا يسرعون ليصاحبوا. وطبعا تقام كذلك الختاميات في المساجد، ويختمون للأولاد الصغار اللي يمر عليهم سنة، عرفت كيف. والمأكولات في رمضان كانت أول أهل الشحر يستقبلون رمضان باللي يغسلون الفرش والمغاطي وينظفون الكواز والزيار والتفلة والقفف والتفاء وإلى غيرها. جميل حقيقة، ذكريات جميلة جدا كانت في الزمن الماضي، ربما اندثرت بسبب عصر السرعة. كلها اندثرت بالتأكيد. عم العزيز نحن نشكرك، وقبل أن نختم هنا درع تذكاري مقدم من تلفزيون حضرموت، شاكرين لكم تعاونكم. نشكركم شكرا. سئل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال بعض أهل العلم تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وفقرة أحب مسجدي، معي هنا الأخ هاني سعيد بمحسون. أهلا بك هاني. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. هاني طبعا أنت أحد المبادرين إلى نظافة المسجد. هاني في البداية ما هو الدور اللي تقومون به في المسجد؟ أول الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نشكركم على حسن الاستضافة. أما هذا المسجد ف
كبقية المساجد يعني يصلون فيها خمس فروض، وفي اسمه هذا مناسبات تقام فيه يعني مثلا في الأسبوع ليلة الخميس ضاوي الجمعة خميس في الليل يسوون مولد ويحضرون الشباب يفرقون البركة هكذا بالقهوة، والصباح الجمعة تقام هنا بردة أظن سجلت منها بعض الفصول تقام الصبح ويفرقون فيها اسمه هذا البسكت والنعناع وقهوة ويحضرون أطفال وناس عقالة الجمعة هذا الصباح. وبرضه في ليلة 12 ربيع أول يقام مولد العصر يحضرون فيه ناس، وفي ليلة الإسراء والمعراج برضه تقام مناسبة يقرون الفصول حق المعراج العصر يحضرون. أنتم كشباب المحيطين بالمسجد ما الدور تقوم في نظافة المسجد؟ والله الدور في نظافة المسجد يعني تقريبا في بعد أسبوعين هكذا ننظف الفرش هذا المصلى والحيوة هناك، وبالنسبة لدورة المياه هذه يعني يوميا نقوم بالتنظيف دورة المياه هذا، أما هذا المكان هكذا أسبوعيا أو أحيانا شفت بقعة تسخت هكذا برا هناك حق الأمطار ولا شيء تنظف تقوم بتنظيف هكذا. جميل. ثاني الشباب المحيطين بالمسجد هل يقوم بدور يساعدونك كيف استجابتهم لهذا؟ الشباب ما يقصرون دام الله خير يعني متعاونين سرعان ما يعني اسمه تستعين بهم ما يحضروا توا. هاني كم لك فتره وانت قايم على نظافه المسجد وترتيب المسجد؟ والله الفتره تقريبا من 2000 تقريبا 20 سنه تقريبا. ما شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه. وياك ان شاء الله. هاني نشكرك على جهودكم اللي تقومون بها في نظافة المسجد، وهذا درع تذكاري مقدم من تلفزيون حضرموت وأسرة برنامج ضياء المحراب. مشكورين لك. وفقرة حفظة الوحي معي هنا الحافظ عوض محمد الصبان. أهلا بك عوض. عوض، في البداية نحب أن نعرف منذ متى بدأت في مرحلة الحفظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد بداية مرحلة الحفظ كنا صغير يمكن في حلقات تحفيظ ما بين المغرب والسن كم بدا؟ 10 يمكن 10 أو 7 حلقات ما بين المغرب والعشاء، فحفظنا من صغر الصغار كنا صغار من يعني نحفظ يعني من آخر القرآن نقول الله أحد من الإخلاص وأنت الثالث. وقفت الجزء الرابع 23 وصلت للجزء الرابع 23 ما شاء الله. عوض، إيش أثر فيك القرآن حفظه في القرآن مسيرتك مع القرآن إيش أثرت فيك؟ طبعا القرآن الكريم يؤثر على الحجر والجبال ويؤثر حتى على قلب الإنسان. القرآن الكريم شيء يأثر في مسيرتك مسيرة أخوان أو في معاملتك مع الناس. هل لاحظوا أصحابك اللي حولك فرق فيك يعني بينما كنت صغير والآن لما حفظت يعني شوط كبير من القرآن الكريم أو أجزاء كثيرة؟ أكيد يعني لاحظوا لاحظ فريق. جميل. عوض، في البيت عندكم كيف كانت المعاملة مع عوض الذي يحفظ القرآن وشارف على الانتهاء؟ طبعاً هالبيت يحفظونا، والدي يحفظ وأنك تحفظ القرآن وأنك تحفظ القرآن، كم قال إن شاء الله إن شاء الله دعوة. طيب عوض، بعد حفظك للقرآن إن شاء الله بعد تمام بقي لك حوالي 6 أجزاء، ماذا بعد ذلك؟ إن شاء الله ننوي إن احنا نعلم نخلق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. جميل. عوض، نسمع منك تلاوة عطرة ولو جسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت عوض. عوض نحب أن نقدم لك درع تذكاري مقدم من تلفزيون حضرموت، شاكرين لك جهدك في حفظ كتاب الله تعالى. جزاكم الله خير. شكرا لك عبدالله. شكرا. نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من مسجد بن إسماعيل، حتى نلقاكم في حلقات قادمة. دمتم في أمان الله. أشرق ضياء المحراب بالعلم والقرآن يهدي.